على يمين ولا شمال؟ قول لي قول لي قول لي قول لي. شوف شوت المعلم هذا 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 متحمس يا اخي زياده عن اللوم يا زلمه. انقلب له انقلب يا زلمه. فرجيكم ابلع هيك. اوه على المدى يا لطيف يا لطيف على المدى يا اخي. لا 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 لا. واو تعالوا تعال قرب قرب قرب. هذا المقطع راح تشوف ثلاث برابره بحياتك ما شفتهم بحياتك. ثلاث شوت جانات بربر معلم اشي باللوز اللوز. بس قبل كل شيء يا اساطير نصلي زمان ما طلب منكم انكم شو بلاش رجلك. لا ركز هذا المقطع بدي منكم حبايبنا نوصل اكثر من 20,000 لايك شباب. بدي اياكم تتبعت المقطع لكل الشباب. اوكي هاي وضع ريلاك شباب هاي نبلش. ليتس جو. سوبرايز حبايبي اللي انتم شايفين يا اساطير عنا هون هون. لا ثلاث برابر يا شباب اشي يعني ما عارف شو بداخلكم يا اساطير عن جد. ركز معي كيف شباب. دائما شباب بكل مقاطع معلم يعني دائما شايفيني هيك اكشن واكشن بس لكن رح نخلي اليوم الوضع هيك ريلاكس يا اخي. ريلاكس شو يا زلمه بعد هيك يا زلمه ريلاكس شو يا اخي بعد شوي من هون شباب. انتم شايفين معلم صلوا على النبي اهم شيء وتفرج معي معلم. عندنا هون يا شباب ماكينه باللوز شباب. ركز معي هالثلاث برابر يا شباب. عندنا اول بربر السلام عليك. شوفوا لي شكله شباب شيء جليد وما جليد واشياء يا اخي عليكم لما ننزلكم مقطع يا شباب ننزلكم ما ينزلكم ننزلكم ننزلكم شيء شباب تجيبوا وتجربوا معلم لكن معلم شو بك يا اخي حبيبي والله. فرج معلم هذا الثاني شباب معدل اطلاق معلم طبعا شاور طولوا بالكم شباب طبعا تقولوا نعمل اي شيء معلم لازم نفرجيكم السمات معلم. اول عندنا اول واحد شباب هون الضرر واحد والمدى اثنين. طبعا شباب بتعرفوا يعني شو بدي اشرح لكم بتعرفوا شو معناته الضرر لما يكون واحد والمدى يكون اثنين. طبعا شباب انا راح اقول لكم بالرومات 1 فيس 1 راح يكون هذا باللوز معلم. خلينا نروح نشوف اللي بعده معلم. يلا اللي بعده شباب مثل ما انتم شايفين عندنا هذا الاصفر اللي فيه معدل اطلاق النار 1 وفيه دقه بس ولكن سرعه الحركه بطيئه. فهمت عليك يعني شباب راح يكون سريع اوكي وراح يكون بنفس الوقت شباب الدقه راح تكون يعني شيء باللوز يعني تضرب ضربات سريعه ودقه اكثر. حلو اللي بعده شباب هذا اللي عندنا. طبعا هذا الشباب هذا الصراحه هذا من شكله من سماته خايس ما صراحه ما عاجبني ابدا تمام. كنت راح انزلكم عليه كان نازل هذا بسيفوربي بس ولكن ما شفته يعني مو هالشيء الواو ليك شباب صبرنا شوي. مثل ما انتم شايفين معلم عندنا هي الماكينه قبل ركزوا على الماكينه معلم تلاقوا السلامات ركز على الماكينه معلم ركزوا على الماكينه شباب. يعني انا فرجيتكم هالاشياء يا شباب بس ولكن نسيت اقول لكم هذول ركز على الماكينه شباب يعني ممكن انه اربع جواهر يعني فهمتوا يعني ممكن اضرب ضربات هيك تمام وبنفس الوقت يعني ممكن يعني نجيب جواهر معلم يكون امور باللوز يعني نضرب 10 10 كل 10 لفات بس ولكن الشيء مو عاجبني كمان شوي شباب ركزوا معي في كثير هنا اشياء بس احنا نشوف معلم ان شاء الله بس ولكن ركزوا معي هذا الصندوق معلم. صندوق فيه بربر يا الله صندوق فيه بربر حبايبنا. اوكي بالنسبه للشوت جانات حبايبنا اللي مثل ما انتم شايفين هون عندنا هون هذا مثل ما قلت لكم راح يكون بس ولكن معلم لا لازم 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 نجرب شباب لازم ندرب وندخل لنشوف الوضع شباب. ايه تمانو بسم الله اول 10 لفات شباب لنشوف ايوه ايوه هذا نشوف حظنا معلم التمانو يلا يا جميل اوكي ايوه واحد اثنين ثلاثه ايوه ايوه معقول شباب يطلع لنا الشوت جان شباب لا تخلي يطلع لي الشوت جان يا اخي لا توكن التوكن ده هدف هذا التوكن هدف شباب هذا التوكن هدف شباب طبعا شباب هذا السيرفر اوكي اكيد راح ينزل الشوت جان قريب شباب سيرفرنا بس ولكن ركزوا لي على هذا التوكن شباب هذا التوكن شباب نقدر نستبدله تمام بالشوت جانات الموجوده هون فهمتوا علي كيف لانه شباب هذا مثل ما قلت لكم مره ثانيه تفيس على التحميل يعني بتضرب بسرعه يعني ما في شيء يعني شيء مفيد من يعني فهمت علي كيف. المهم خلينا نكمل شباب نضرب 10 لفات ان شاء الله يطلع لنا التوكنات لنشوف حظنا معلم ونحاول نجرب الاشياء باللوز. ايوه ايوه ان شاء الله يطلع لنا شيء. يلا يلا معقول يطلع لنا شوت جن توكن حبيبي والله توكن. اوه جبت يا شباب توكن هذا كان مو توكن هذا البكش تبع البربر عادي هذا كان اول بربر يا شباب. يلا نضرب كمان لفه معنا نشوف بس ولكن شباب لازم نشحن جوار يعني بعرف شايفين بس ولكن بعرف عليه لازم نشحن جوار حبيبي والله. ايوه روح يلا ايوه تهانينا توكن كمان حلو هيك بقول شباب جمعنا كم جمعنا شوي كم جمعنا هيك معنا جمعنا صار معنا كم توكن التوكن معنا صار معنا ثلاثة توكن شباب اوكي بس ولكن معلم يعني والله معلم انا خايف يعني ان شاء الله يطلع لنا منهم اول لفه معلم. اوكي اوكي هيك بقول شباب شحنا الجوار خلينا نشوف شباب شو عندهم هون توب اب معلم. اوكي قول اللي اعطونا هي حلو باللوز اعطونا الحقيبه شباب معروفه حلو. اوكي خلينا نرجع شباب هذا الحدث يا اساطير وندخل نشوف ليتس جو يعني لحد الان شباب لحد الان ما اعطونا ولا يعني اعطونا شويه يعني شويه جواهر معلم نعوض يلا بلو. يلا جاي طلعنا جو ليتس جو يلا هات نشوف بسم الله هات يلا يا شباب قول في 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 اشياء ورديه في اشياء ورديه
الهون. ايوه قول لي شو اعطينا معلم. يا زلمه يا زلمه شو هادي، اعطينا التوك، اعطينا شيء، بدنا فرار معلم. يا اخي صعب صعب يطلع البربر شباب، صعب. خلينا نضرب لفه لفه نشوف شباب راح شو بيعطي. قول لي كفو توكن، كفو توكن شباب. طبعا شباب هون مش ما فهمت معلم، انه هون العداد عم يرجع صفر عجب كم، مش شو ما فهمت. نضرب هيك كمان لفه، كم بيصير معلم؟ كمان لفه، كمان لفه. هذا انا حبيت اشوف الحظ تبعنا، شايفين الحظ تبعنا معلم شلون؟ اوكي يعني كل اربع لفات، يعني كل خلينا نقول يعني تقريبا كل 20 40 جوهره بيعطينا واحد من التوكن. حلو والله هيك شايف شباب، يعني هيك ممكن يعني يكون افضل. خلينا نضرب واحده واحده نشوف، هات نشوف واحده واحده معلم نشوف حظنا. ممكن احنا ترى بلفه واحده يطلع لنا شيء شوت جن او شيء، ما بعرف لنشوف. لا طلع، هلا لازم يطلع لنا شيء توكن. هلا لا والله ما طلع لنا اربعه، هي صار حظ خمسه. هات نشوف معلم. لا والله شباب طلعت انا عم بحلم يا اخي، طلعت انا عم بحلم شباب، عم بحلم يا اخي، عم بحلم شباب، عم بحلم. ما صار شيء شيت مان. قول لي هذا نضرب 10 لفات، يلا ليتس جو معلم. يلا شو يطلع لنا شيء توكن او شيء معلم. جرب هذا الشوت جن، شوت جنات البربر الجديد. يا سلام اعطونا شوت جن معلم يا اخي. توكن توكن يا اخي، توكن يا مشكله شباب. كل 10 لفات بيعطينا واحد من التوكن معلم، يعني حبيبي والله. اوكي هون يا معلم مثل ما انتم شايفين مع حبايبنا، هون عنا صار في 7 من التوكن، شايفين هون على اليسار حبايبنا صار عنا 7 من التوكن. يلا نكمل نشوف، يلا نشوف التمانو. هلو روح. وفي كثير من الاشياء الورديه معلم، شو معقول توكن؟ توكن حلو، هاي التوكن معلم، يعطونا التوكن حسن على التوكن. بس يا اخي يعني يا ريت يعطونا شيء شو اسمه معلم، يطلع لنا شيء شدقه معلم. تعال نعمل هيك، نعمل هيك شباب، نجي هيك قولي ما في. يعني شوف يعني في يعني الواحد ما لازم يفقد الامل، يعني ممكن نحصل على 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 الجواهر بس، ولكن معلم ما نحصل يا اخي. روح هات نكمل، روح ليتس جو. يلا 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 لازم يطلع شيء باللون الذهبي شباب، فهمتوا علي؟ لازم يطلع شيء باللون الذهبي. اوكي هي توكن، قول لي حتعطينا هذا الصندوق. هذا جميل، هذا جميل جدا. اوكي كم صار عندنا بيكسل؟ عندنا 10 توكن شباب. طبعا انا حابب نستبدل نجرب واحد من المهمين، فهمت علي؟ هذا فيه معدل اطلاق والمدى تمام، هذا لونه ازرق وهذا اللون، شايفين مع معلم؟ والله يعني الصراحه اثنيناتهم شيء يا اخي خيالي يا اخي. ايش هذا؟ تفرج معلم، شيء مو طبيعي يا زلمه، شيء مو طبيعي. اوكي خلينا نكمل شباب اللف لنشوف، ليتس جو. ايوه يا اخي كل شوي بيعطينا، اعطونا جوهر، اعطونا جوهر يا اخي، طب اعطونا جوهر يا زلمه، طب اعطونا جوهر يا زلمه. هذا هو معلم. اوه هل عندنا الحظ 10؟ خلينا نجرب نضرب وحده وحده نشوف كم شو راح يصير معنا. اها مثل ما توقعت شباب، كل ما يصير الحظ 10 بيعطونا التوكن بشكل اكيد يعني. اوكي روح، هذا هو التوكن، روح. اه معلم صعب صعب والله، هي حظ 10 لازم بضرب وحده يطلع لنا التوكن لازم معلم، مثل ما توقعت يا شباب، ضربة واحدة بيطلع لنا التوكن. صار عندنا 15 توكن يا اساطير، 15 توكن باللوز. روح نكمل، يلا هات لنشوف، هات لنشوف، هات لنشوف. روح يا زلمه، يا زلمه اعطينا شوت جن يا اخي، اعطينا شوت جن يا اخي. طب موجود يا اخي، ليش ما بيطلع لنا يا اخي؟ والله شايف علي هذا المنظر ما ممكن يطلع لنا ابدا ابدا. اوكي هات لنشوف، ما طلع. شوفوا شباب ركزوا على الصناديق الشوت جن، ممكن نحصل على الشوت جن هذاك معلم، لازم نفتحهم. اوكي شباب خلينا نكمل شباب هون، بس انا بس بطلع 17 توكن. هنا نجرب معنا شوي شوي يا اخي، والله جاي مثل ما توقعت، يعني ما ممكن يعطينا. شوف صار حظ 10. هذا هو توكن، توكن. اوكي اوكي لازم نضرب عليه، خلينا نجرب نضرب واحده واحده شباب لنشوف. واحده واحده ليتس جو، ليتس جو. نضرب واحده واحده، هل يا ترى يطلع لنا يا اخي؟ ايمان يعني ما بعرف شو بدي اقول لكم شباب، يعني هل ما ممكن يطلع لنا بربر معي؟ يطلع لنا واحد من هالبربر معلم على السريع؟ ما بيصير يا اخي، مستحيل يا اخي، عليكم علم منحوس يا اخي، ما ممكن يعطوه هذا الشيء ابدا. معروف يا اخي هذا الشيء، اكيد راح يعطينا التوكن هلا حبايبي. ايوه روح. ها مثل ما توقعت شباب، يعني ركزوا معي شباب، هون بهالماكينه شباب تقريبا كل 100 جوهره بيعطيك توكن واحد، يعني تقريبا شباب يعني اذا نحسب عليهم، يعني كل مثلا خلينا نحسب على كل 2500 تقريبا 2500 جوهره بيعطونا واحد من هذول، ليك شباب لازم نختار واحد من هذول ونكمل. يلا ليتس جو. اوكي شباب هيك شحنا كمان جوار شباب، كملنا شحن الجوار مثل ما شايفين هون هون هونيك هونيك هونيك. اوكي باللوس، يلا خلينا نكمل شباب لنشوف. يلا يا اخي على السريع يا اخي، يا اخي ما ممكن يطلع لنا اي، نلف على السريع شباب عشان نجرب واحد من هالبرابر يا معلم. ليتس جو باللوس شباب، كل 10 لفات واحد توكن معلم. يلا روح خلينا نشوف حظنا شباب، نحرق الجوار كلها نشوف حظنا كم راح يطلع. يلا رو 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 هات لنشوف. ايوه روح 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 يا جميل يا جميل، لف كمان باللوز. ابدا معلم ما ممكن يطلع لنا هذاك المعلم الشوت جن، هذاك واحد من هالشوت جنات
ابدا معلم. بالاحلام يا اخي، والاحلام يا اخي ما ممكن يطلع كله عن طريق التوكن شباب مثل ما انتم شايفين. هات لنشوف. ايوه جميل، ايوه ايوه ايوه، روح روح، ايوه كمل كمل كمل. طبعا شباب يعني والله شيء يا اخي ما بعرف والله، شايف نشوف نجرب حظنا شباب لما نضرب على شو اسمه. لا لا مو هيك، لا مو هيك مشاركه معلم. يلا نكمل شباب، نكمل نمشي 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 نمشي، روح 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 يا ايوه ايوه ايوه. خلينا نعمل شباب بوز ونرجع لكم. اوكي شباب الان شباب هيك صار معنا تقريبا بالضبط 50 توكن شباب، هيك رح نقدر شباب نجرب الاثنين يا اساطير مثل ما انتم شايفين. اوكي نبلش معلم، نبلش يا ترى. طبعا هذا جامد ما قلت لكم يعني مو كثير يعني واو، تمام يعني فيه سرعه تحميل يعني ما في شيء، ما في شيء يعني واحد يستفاد منه كثير، فهمتوا علي كيف؟ لايك شباب رح نجرب هذول الاثنين الرئيسيين شباب ان شاء الله. اوكي بناخذ اول واحد شباب، نعمل له استبدال حبيبي والله يا بو، يا السلام عليك. انفجار الماي معلم، هذا اسمه انفجار الماي، نعمل له تزويد، هذا اول شيء شباب تمام. وخلينا نجرب الثاني شباب، طبعا ناخذ الاثنين شباب ونجربوا الاثنين معلم ضروري. يلا رح نجرب اول شيء شباب، نطلع من هون شباب على السريع، نجي لهون على المجموعه اللي هون لنشوف يا اساطير. لا مو هون، هون على الاسلحه الموجوده هون شباب، نجي على الاسلحه، نجي على الرشاش، مو الرشاش البربر هذا هولي. هون عندنا معدل الاطلاق مثل ما اتفقنا شباب، عندنا هون معدل الاطلاق واحد ودقه اثنين، اثنين والدقه وسرعه حركه عاديه. اوكي يعني سرعه وفيه دقه معلم، حلو. هذا مثل ما اتفقنا فيه الضرر والمدى. خلينا نجرب هذا اول شيء شباب الازرق. اوكي خلينا نعمل العرض بالفريق. اوكي نعمل عرض، ندخل نجرب الشباب، نجرب هذا معلم. يا سلام على اللون الازرق حبايبنا مثل ما انتم شايفين جميل. خلينا نروح ندخل نجرب هذا الازرق شباب ونشوف شو شكله بالله معلم. تمام بس ولك يا شباب هون عندي البينك شوي طلع 300 بس، يلا معلش خلينا نجرب معلم. ايزي فريزي روح معلم. شوف هذا فيه دقه شباب ومدى، تمام فيه مدى عالي يعني لازم نكون من بعد معلم، راح يكون حلو بالون تاب للرومات وما رومات و1 فيس 1. هات نشوف معلم هذا الجميل. اوبا ابلع. اوه كفو والله ماشي وجهي معلم. تعالوا تعال 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 والله ماشي وجهي معلم بالمدى. تبع هذا شوف هل بعد هذا رح يضرب ولا لا؟ وين رايح وين رايح وين رايح؟ تعال تعال حبيبي حبيبي. واحد يرد على اليمين ولا شو؟ قول لي قول لي قول لي. شو شو تم عليه؟ هذا 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 متحمس يا اخي زياده على اللوم يا زلمه. انقلع ولا انقلع يا زلمه انقلع ابلع. قول لي دمي 104 دمي 104 معلم، انا بخطر انا بخطر، ابلع هاي. يا لطيف ابلع. لا 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 يا الله حرام حرام يا اخي، ضروري الف واحد علي يا اخي، الف واحد علي يا زلمه. شو هذول يا زلمه؟ يلا هات لي شوف متحمسين. قول لي هات لي شوف هذا الجميل ابلع. لا 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 ضرر ضرر ومدى. لا 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 يا زلمه. تعالوا 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 والله رح فرجيكم فرجيكم معلم، تعالوا رح فرجيكم معلم فرجيكم. ابلع هاي على المدى. يا لطيف يا لطيف على المدى يا اخي. لا 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 واو ول 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 ول. هذا معلم شيء مو طبيعي يلا، شيء مو طبيعي معلم يا اخي. تعالوا معلم تعال تعال افرجيكم، انا افرجيكم، جيتكم بالشدقه الجديد معلم والله راح اشويكم شوي. تعالوا تعال تعالوا تعال تعال ابلع ابلع ابلع. لا 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 ابلع. شو هذا؟ ايش هو؟ ابلع هذا. شو شو عم بيصير معه هذا؟ تعالوا تعال 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 اعمل اعمل. اوه ماي جاد شباب شو هاد يا زلمه؟ لك شيء مو طبيعي يا اخي. شو هالشد قال؟ اوه ماي جاد نايس فيري نايس. هذا الازرق شباب، خلينا نطلع شباب خلاص جربنا هذا معلم، لازم نطلع نجرب الثاني معلم، نجرب الثاني ليتس جو. اوكي شباب هذا الاصفر علم عندنا، هذا الاصفر شباب فيه مثل ما اتفقنا فيه السرعه والدقه تمام، هذا كان فيه ضرر والمدى، ذاك مع هذاك شباب والله صراحه كان ذاك كان كثير شيء مرتب يعني الصراحه يعني. هذا ندخل نجرب هذا حبايبي، نجرب هذا اللون الاصفر نشوف شو وضعه معلم باللعب. ليتس جو يلا يا معلم. طبعا انا شخصيات معلم ما عندي والبينك عندي شوي طالع بس، ولكن راح نحاول نلعب شباب. ايزي فريزي يا عزيزي روح. هذا نشوف وين هذا، واحد بضرب هنيك معلم. تعالوا يا قلبي تعال، جيتك جيتك وينك قلبي وينك؟ حط حط ثلج الجميل. لا 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 ابلع هي. او ماي جاد يا لطيف يا لطيف. تعالوا تعال 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 وين هذا راح؟ قولي قولي شفت يا اخي شوف لو شوف شو عملت فيه. يلا كل شيء ما مت. تعالوا تعالوا راح اكمل عليك. تعال تعالوا تعال تعال تعالوا تعال ابلع هي. لا وقف هي ابلع هي. لا خلها يلا علم
لا لا والله شويته شوي صراحة. شباب هالشوتجنين شباب عن جد يعني ما بعرف شو بدي اقول لكم شباب. اعطونا لكم بالتعليقات شباب هذا الشوتجنين يعني صراحة. شكله بس لا شكله لحاله معلم يعني شكل تفرج على شكل يا اخي شكل لحاله بكفي شباب شيء باللوز معلم. هذا نكمل على الجنب هذا الاصفر صار الازرق شيء كثير عجبني شباب. الاصفر بالنسبة للاصفر كمان يعني فيه سرعة ملاحظ السرعة فيه ماشي ماشي. هذا نشوف هذا معلم وين بدك تخبي هولا ويل ويل يهد معلم كم دمج شوي جبته هيد ايزي. لا 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 مو ما ليش جيت ابلع يا لطيف ابلع ويل ويل ويل. لا 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 والله كفو والله صراحه شباب ما بعرف شو بدي اقول لكم. خلينا نطلع شباب نشوف الاثنين رجعنا نطلع من اول جيت ونشوف بس ولكن قبل ما نطلع معلم في عندنا صندوق لازم نفتحه هون معلم. لا تفتح بجد لازم نفتح بجد يا زلمه ما يصير هيك معلم. يجي لهون نفتح صناديق كمان قول لي هذا تعال عن شو يطلع ممكن يطلعنا دايم هون معلم هذا واحنا هذول قول لي حبيبي والله اوكي باللوز باللوز شباب باللوز قول لي شو هذا حبيبي والله. نفتح الصناديق شباب كلياتهم نشوف شو يا ترى يطلع ممكن يطلعنا شيء دايم هالحساب ما في شيء. اوه طلع لي فيكتور دايم شباب شفته من شوي. بدنا نشوف هون معلم في شيء دايم ما في شيء دايم هون سبسون ما في شيء دايم ما في شيء دايم هون معلم. هذا الاوك هذا اوك شباب كثير 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 اسطوري. هذا المعلم نكمل هذا اليوم ما في شيء. فيكتور بيض 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 اوه طلع لي شوت جن دايم هون كمان معلم. كم بربر صار عندي هون كفو باللوز كفو ايوه كمل 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 يا اخي حسيت على كم شوت جن يا زلمه جاي صار عندي كم شوت قبل الحساب هذا معلم اقسم بالله شيء باللوز يا زلمه شو هي تعال رشاش شوت جن نجي لهون اوكي شباب. طبعا هون شباب نعمل مقارنه بين الشوت جنات هذا فيه سرعه هذول يعني معلم معروفات هذول فهمنا على كيف بس وين دايم نعمل مقارنه بين هالطرفين شباب. عندنا هون هذا معلم فيه الضرر والمدد صراحه كثير عجبني شباب. هذا الصراحه باللعبك حلو بس هذا الاصفر كمان ماشي بوشي هذا فيه سرعه ودقه كمان يعني والله صراحة بالنسبه لي ما اعرف انا شباب اعطوني تصويت شباب شو بالنسبه لكم افضل شيء. طبعا في هذاك الشباب الثاني هذاك الاخير معلم يعني ما هو كثير يعني واو تمام سرعه هذا يعني ما في استفاد منه شيء يعني فهمت علي كيف اوكي سو حبايبنا الكرام الله يسعدكم يا رب ان شاء الله استفدتوا هذا المقطع ان شاء الله عجبكم المقطع يا اسطير. بتمنى ما يكونوا صار شباب ما حطنا لايك حطنا لايك بهذا المقطع شباب لانه صراحه تعبت كثير فيه معلم كثير تعبت اوكي نشوفكم على خير سلام عليكم. لا تنسى اللايك يا شباب بدنا نوصل 20000 لايك. ابعت المقطع لكل اصحابك خلاص يا زلمه لا تنسى خلاص روح لا تبخل علينا ابوس روحك يلا.